أبنائي الطلاب أهلا بيكم. اليوم إن شاء الله بنخلص امتحان فبراير مارش سنة 2021 بيبر 22، وده الفيديو الخاص ببارت 3. بنبتدي الأسئلة بتاعتنا من أول سؤال 31. Which method of birth control works by preventing an egg from being released? Condom, contraceptive pill, monitoring body temperature, vasectomy. طيب انا عندي دلوقتي 4 messages، فعلا 4 messages دول خاصين بالبيرث كنترول، لكن انهي method فيهم works by preventing an egg from being released، يعني بيمنع ان الايج released from ovary او being formed inside the ovary then released، بيمنع تكوين الايج او بيمنع release of an egg. تعالوا بينا نشوف الكندم. الكندم دي method، male method prevent a release with a reach of sperms towards a waiting egg inside the oviduct. لو بصينا للصورة دي كده مع بعض، ادي الاوفيدكت، ادي الاوفيدكت بدايته اهو، الفالوبيان تيوب او الاوفيدكت كده، البداية بتاعته هنا والنهاية بيتصل باليوترس. طيب هو والايج اهي، دي الماتيور ايج، ويتنج ايه؟ السبيرمز، ويتنج السبيرمز. طبعا وجود كندم بريفنت الريتش اوف سبيرمز توارز الويتنج ايج، يبقى ما ينفعش يكون الكندم لان اوريدي في ايج موجوده ويتنج فين؟ في الاوفيدكت. انا عاوز امنع بريفنتنج ان ايج فروم بينج ريليز فروم اوفري، يعني مش تخرج اصلا من الاوفري او مش هتتكون الايج دي، مش هتخرج او يحصلهاش ماتوريشن وما يتكونش فوليكل ولا ريليز وقت الاوفيوليشن، مفيش اوفيوليشن. طيب دي اول ميثود ما تنفعش. طب تاني ميثود كونتراسبتيف بيل. كونتراسبتيف بيل لو بصينا كده، كونتراسبتيف بيل هي عباره عن سينثيتيك هرمونز، بروجسترون واستروجين بديفرنت كونسنتريشن كده. المهم اللي بيحصل انه دي الشريط الخاص بالتابلس او البيلز، في عدد كام؟ 28 تابلت او بيلز بيتاخد منهم من 1 لغايه 21، يعني لمده 3 اسابيع، بدايه من اول يوم من المسترا سايكل، من اول يوم من المنسس او البليدنج، بيتاخد من اول يوم. طيب السنثيتيك بروجسترون والاستروجين لما تتاخد بتعمل ايه؟ بتزود البروجسترون والاستروجين في البلد، ولما تزود الكونسنتريشن of estrogen and progesterone in blood اللي بيحصل؟ بيحصل stimulate the pituitary gland انها prevent او decrease its secretion from FSH. ال FSH decreased او inhibited تمام كده، وبالتالي مش هتتكون ايه؟ مش هتتكون mature egg inside the oven. ليه؟ مفيش FSH وبالتالي مفيش follicle، صح كده؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية دي بالظبط تشبه كاننا في حاله بريجنانسي. في حاله بريجنانسي في بروجسترون طبيعي واستروجين طبيعي سيكريتد فروم ايه؟ كوربس لوتيم. كوربس لوتيم بعد الاوفيوليشن، كوربس لوتيم. الزياده من الهرمونز لو بصينا كده يا شباب مع بعض، لو بصينا كده مع بعض، ادي الهرمونز اللي هم بروجسترون واستروجين اهم، بروجسترون واستروجين دول سكريتد طبيعيا بعد الاوفيوليشن. بعد ايه الاوفيوليشن؟ الاوفيوليشن في اليوم ده تمام كده، في الميد سايكل الداي 14 تقريبا بالنسبه للفجر اللي قدامنا. البروجسترون والاستروجين سكريتد فروم ايه؟ كوربس لوتيم. بيعملوا ايه؟ مينتين الاندوميتريوم وخلاص في بريجنانسي، في هنا هوت امبلانتيشن في بريجنانسي، فانا عاوز مينتين الاندوميتريوم لايننج والبلاد فيسلز الموجوده داخل الايه؟ اليوتراين سايت، اليوتراين كافيتي. طب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ لو انا دلوقتي كاني بشبه الاستروجين بروجسترون في شكل البلس كانها حاله بريجنانسي بالفعل، بمعنى ان انا بعمل ميمكس لحاله البريجنانسي، بضحك على مين؟ على البيتيوتري جلاند، بقول لها احنا في حاله بريجنانس، من فضلك ما تطلعيش اف اس اتش، من فضلك ما خلاص، طالما ما فيش اف اس اتش ما فيش ال اتش، يبقى ما فيش ولا فولكل هتتكون ولا ماتيور ايج
ولا كمان حتى اوفيوليشن فيما بعد. يبقى الطريقه دي كونتراسيبتيف بل هي فعلا الافكتيف انها بريفنتنج ان ايج فروم بينج ريليز فروم اوفري. ليه؟ لانها بتعمل انهيبيشن للبيتيوتري جلاند تو سيكريت اف اس اتش نيدد تو اي تو فور ماتيور اوفم انسايد جرافيان فوليكل ان ذا اوفري. اوكي طيب تعالوا بينا نتناقش مع بعض. لو انا بصيت كده هوت letters A letter C طبعا خلاص الانسر B. monitoring body temperature هو monitoring body temperature دي method or method؟ وهل method effective؟ لا في الحقيقة لا، لكن احيانا في الفيميلز اللي عندهم regular cycle اللي هي equal 28 days والovulation في mid cycle at day 14 تقريبا، اللي بيحصل ان الوايف بتعمل ايه؟ بتعمل ميجرمنت للبيسال بادي تمبريشر كل يوم كل يوم كل يوم، تمام كده؟ وفي الحقيقه بتلقى تمبريشر فلكتويتس 36.3 داون بعد كده اب لغايه 36.5 بعد كده داون قوي وان سو اون. زي ما انتم شايفين كده، انا ما يهمنيش كل القصه دي، يهمني ايه؟ يهمني اورب الاوفيوليشن اللي هو دي تقريبا 15، تمام كده؟ اللي بيحصل سلايتلي ديكريس و after just after ovulation أو at time of ovulation بيحصل slightly increase in body temperature وصلنا ل 36.5 وهوب وكملنا لفوق. المنظر ده ما اتشافش قبل كده، الحتة دي slightly increase in body temperature ما كانتش موجودة في كل الفيز ده من أول هنا لغاية هنا. ده معناه إن فعلا مجرد اليوم اللي حصل فيه سلايد في انكريز ده معناه الاوفيليشن تم تقريبا بقاله 24 اورز تقريبا. اوكي ادي فكره المونترين بادي تمبريشر، وبالتالي الوايف تعرف الفيرتيلتي دايز اللي ممكن يحصل فيها بريجنانسي في عن طريق قياسها او مونترين بادي تمبريشر. طيب اخر طريقه لو بصينا عليها هي عباره عن ايه؟ عباره عن فازوكتومي. ايه هو الفازوكتومي؟ معناها سوري ايه هو الفازوكتومي؟ معناها ايه؟ معناها يا اولاد ان انا بعمل كات للفاز ديفرنس او السبرم داكت اللي بيوصل السبرمز من التستس للسيمينال فيزيكال فور ستورج. بعمل كات والكات بعد كده تاي، اقطع واربط الناحيتين يبقوا منفصلين تماما عن بعض، الرابطه اهي والرابطه اهي. يبقى كات زين تاي البوست اندز بتاعت مين؟ الكات اللي هو البوست فاز ديفرنس او للبوس سبيرميداكس. دي الطريقة الرابعة، لكن هل دي ليها علاقة بالإج فورميشن والإج ريليس؟ طبعا لا. يبقى ولا فازوكتومي ولا مونترين بادي تمبريشر ولا كاندم ينفعوا إنهم يعملوا بريفنت الان إج فروم بينج ريليس فروم أوفري. أمال إيه الإفكتيف ميثودز؟ كونتراسبتيف بيلز. ليه؟ في هرمونز. إيه هما؟ بروجسترون وأستروجين. ليه؟ لأنه بيعملوا ميمكس، بيضحكوا، بيعملوا مسليدنج للبيتيوتري جلاند، تعمل inhibition for releasing FSH وبالتالي مفيش follicle هتتكون وبالتالي مفيش egg. خلاص اوكي. طبعا سؤال سهل، انا حبيت استعرض معاكم علشان نراجع reproduction جزء منه كبير من خلال السؤال ده. طيب تعالوا بينا سؤال بعدين. What is defined a thread-like structure of DNA carrying genetic information in the form of genes؟ ايه هو thread-like structure؟ هل هو القليل؟ الأليل عبارة عن certain form of a of a gene. الأليل one or more forms of the same gene. ده اسمه أليل. أوكي؟ زي مثلاً a capital البديل بتاعه small alternative. ده أليل. زي مثلاً HP A هيموغلوبين A وهيموغلوبين S بتاع sickle cell anemia. ده قليل S وده قليل A لنفس الجين اللي هو الخاص بالهيموجلوبين فورميشن. واضحه؟ طيب يبقى ما ينفعش يكون قليل. ليه؟ كلمه قليل عباره عن forms of A of certain gene، ما ينفعش يكون قليل. هل هو كروموسوم؟ هل هو كروموسوم؟ طب ما نشوف الكروموسوم كده شكله ايه. الكروموسوم شكله اهو ده تيبيكال، وما يبانش الشكل ده يا شباب الا وقت ما السيل تنوي تعمل سيل ديفيجن. تنوي تعمل سيل ديفيجن، طول ما هي
مش هتعمل سيل ديفيجن دلوقتي، ما جاش التايم فور ميتوسيس اور ميوسيس، يبقى الشكل ده اللي هو ثريد لايك ستراكشر، واحيانا يبقى مرتبط او في اجزاء منه مرتبطه ببروتين زي ما انتم شايفين كده من انواع معينه. ده كنا بنطلق عليه كروماتين، كروماتين داخل النيوكليس. طبعا طول ما هو كروماتين يبقى السيل اكتيف، وبيحصل اكسبريشن لمين؟ للجينز الموجوده على الدي ان اي، سواء سويتش اون او اوف، المهم الجين اكسبوزد انها تبقى اون او اوف. طبعا اون لما يحصل اكسبريشن للجين، جين اون امتى؟ جين اون لما يكون السيل محتاجه تصنع بروتين معين، بيبتايد، هرمون، انزيم، سيرتين بروتين، يبقى ايه؟ جين اون. لكن جين اوف امتى؟ لما يكون السيل دي مش متخصصه في انتاج البروتين ده. زي اكزامبل كده يا شباب بالمره نعرفه، لو انا دلوقتي السيل دي ولتكن سيل من البنكرياس، سيلز من البنكرياس، سيرتن سيل من البنكرياس نيدد تو سكريت انسولين، انسولين هرمون، بيبتايد هرمون، فلازم ايه؟ لازم يكون في سيرتن جين على سيرتن كروموسوم، لو حصل له سويتشد اون داخل السيل بعد الهافينج ميل، بعد ما اكل واقول الحمد لله، الجين يبقى اون تمام كده، ويبتدي يعبر عن نفسه ان ينتج ايه الجين ده؟ ينتج بروتين اسمه انسولين، اسمه ايه؟ انسولين. الانسولين ده الهرمون اللي هينقله البلد علشان ريجوليت الجلوكوز ليفل افتر هافينج ميل، صح كده؟ طيب يا ترى السكن بتاعي، سكن سيلز او اي سيلز في جسمي غير البنكرياس عندها نفس الجين بتاع الانسولين؟ اه، لكنه سويتشد ايه؟ اوف. سويتشد ايه؟ اوف. ليه سويتشد اوف؟ لانها مش سبيشالايز سيلز، السيلز بتاعت السكن مش سبيشالايز انها تنتج انسولين. امال مين المسؤول عن الكلام ده؟ مين ما سبيشالايز ان يعمل التاسك دي؟ طبعا سيلز معينه من البنكرياس. واضحه؟ ادي فكره الكروموسوم، هو ثريد لايك زي ما شايفين كده ستراكشر. لو كبرنا الرسمه بتاعت الكروموسوم نفسه اهو، بصوا شايفين ثريد ازاي؟ ده امتى يبان كده ثريد وملفوف حوالين نفسه كده وحوالين بروتينز؟ لما تنمي السيل، تعمل سيل ديفيجن، اشوف كام كروموسوم داخل النيوكليس، اشوف انا وانتم، اشوف 46 كروموسومز في الهيومن اي بادي سيل عندنا تمام كده. طيب السيل مش ناوي ايه يحصل لها ديفيجن دلوقتي، يبقى الشكل بتاع الكروموسومز مختلف تماما، يبقى كروماتين، يبقى ثريد لايك ستراكشر زي ما شايفين كده تمام كده. طيب يبقى الانسر هنا هو عباره عن ايه؟ الانسر بالظبط كده هي كروموسوم، هي ايه؟ كروموسوم. طيب هل هو بروتين؟ هل هو زيج؟ طبعا لا. طبعا لو الجين اكسبريسد يعني جين اون هيدي بروتين، نفترض في الاي ايريس، الاي ايريس اللي هو الكلر بارت من الاور ايز، ده ليه الايز ملونه؟ في بروتين ملون نتيجه سويتشنج ايه؟ اون سيرتن جين مسؤول عن الاي كلر، الاي اي كلر، فلو هو اون يظهر الالوان دي. اوكي؟ طيب خلصنا البارت ده. تعالوا بينا 33، the statements describe steps in protein synthesis. طبعا دي 1 2 3 4 هي عباره عن ايه؟ عباره عن steps. هل هي in order؟ لا. امال طلب مني ايه؟ طلب مني ان اعملها sequence of steps وتكون correct. طبعا لازم يكون correct، نشوف المنظر ايه. طب انا مش فاكر البروتين synthesis، طب ما تيجي نراجعه. نفتكر البروتين سينثيسز بيبتدي ازاي؟ نبتدي نقول ان النيوكليس اهي وسراوندد باي نيوكليار اي ميمبرين او نيوكليار انفلوب، داخل النيوكليس في كروموسومز وداخلها جينز، والجين وليكن الجين بتاع انتاج الانسولين برضه. هل الدي ان اي والجينز اللي عليه بتخرج للسيتوبلازم عشان تعبر عن نفسها؟ لا. امال ايه اللي بيحصل؟ الدي ان ايه جوه النيوكليس عمره ما بيخرج من النيوكليس، عمره ما بيخرج من النيوكليس. امال ايه؟ انا عاوز ابعت ماسنجر، عاوز ابعت مسج للسيتوبلازم علشان تصنع لي انسولين. المسج دي اسمها ام ار ان اي، نوع من انواع النيوكليك اسيد اسمه ار ان اي لكنه ماسنجر. ماسنجر ار ان اي كاري كود بتاع الجين، الكود ده الليترز موجوده اللي هم بيمثلوا النيوكليوتايدز.
النيوكليوتايدز. طبعا ال RNA في 4 نيوكليوتايدز ال A وال G وال C وال U، عشان كده ما عندوش T، عشان كده مش هيظهر letter T خالص. ده ال mRNA. طب ال mRNA يخرج منين؟ من نيوكلير بور، يروح لمين؟ للسيتوبلازم، يروح للسيتوبلازم. يبقى اول خطوه عندك دي ان ايه، ماشي عندك دي ان ايه في الاول، يعمل ايه؟ يعمل ام ار ان، يعمل ام ار ان كمسج، دي اول خطوه. يبقى جين سويتش اون، مصنعنا ام ار ان. هل ام ار ان مولكيول واحد زي كده؟ لا، طول ما الجين اكتف وطول ما هو حاسس ان في بلاك جلوكوز ليفل عالي، عمال الجين سويتش اون 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 اون، ويطلع مين يقابض من الام ار ان. طيب تعالوا بينا نشوف المنظر ده يمثل لك ايه؟ امسح الشخبطه دي. عندنا ايه؟ يمثل البروتين سينثيسيس كامل، بمعنى ان انا لو اخدت كده ادي نيوكليوس، تمام، وادي الدي ان ايه اللي مش هيخرج، امال ايه اللي هيحصل؟ يحصل حاجه اسمها ترانسكريبشن. ترانسكريبشن يعني بعمل كوبي من الام ار ان اي، مسنجر سكرتير بتاعي هيخرج الام ار ان اي، هو ده اللي هيخرج. لما يخرج السيتوبلازميك انزيمز ما تاثرش عليه وهو بروتكتد، هيخرج الام ار ان اي في شكل شريطه طويله عليها الكود. هل مولكيول واحد؟ لا، سيفرال مولكيولز، مين يقابض؟ كتير قوي على حسب الاكتيفيتي بتاعه السيل. تطلع الام ار ان اي، الام ار ان اي مين يقابله؟ الترانسليتور. مين هو الترانسليتور؟ الريدر اللي هو الرايبوسومز. رايبوسوم يقابله اهلا وسهلا، يقوم قاري المسج كلها ويعمل اسامبلز اللي هي الامينو اسيدز الموجوده في السيتوبلازم، يجمعها في شكل بولي بيبتايد. في شكل ايه؟ بولي بيبتايد. مين هو البولي بيبتايد؟ ده الانسولين. ده الانسولين لو كانت السيل دي بتاعت البنكرياس. بيبسين لو كانت السيل دي سكريتوري سيلز من الاستومك. تريبسين لو كان مثلا برضو اللي هي الدكت سيل بتاعت ايه؟ البنكرياس، تطلع تريبسين اند سو اون. فهمتوا الفكره؟ يبقى انا بمر بخطوات. طب ما تيجي نشوف بقى الانسر. خلاص افتكرنا دلوقتي، هنا في ترانسكريبشن وهنا في ترانسليشن. في ايه؟ ترانسليشن، اترجم، ريدر. محدش يفهم اللانجوج بتاعت الام ار ان اي او اللانجوج بتاع الكودنج الا الترانسليتور اللي اسمه رايبوسوم. طب هل رايبوسوم واحد هو اللي هيقرا المسج دي؟ لا، بعد ما يخلص الشريطة دي تروح لرايبوسوم آخر يقراها مرة تاني، يطلع بولي بيبتايد جديد عشان يزود المولكيولز اوف انسولين. الظاهر أكلت وجبة دسمة شوية أو فيها كربوهيدرات بزيادة، فمحتاج مور انسولين، فبالتالي لابد يكون مور تايمز من الريدنج اوف ذا سيم مسج ام ار ان اي. ومين كوبيز من الام ار ان اي؟ سكريتد أو ترانسكريبت فروم البيرنت دي ان اي. أوكي، تعالوا بينا نشوف مع بعض. Copies of the gene are carried. هقول لكم الخطوات. هل copies of gene are carried each ribosome assembles amino acid؟ دي آخر خطوة تقريبا. The gene coding for protein is copied in the nucleus. The mRNA moves path through ribosomes. طبعا واضح the gene coding for protein is copied in the nucleus. حصل copy. الجين اللي هنا بتاع الانسولين عمل copy من mRNA. قابض دي تعتبر الاولى بالنسبه لنا 3. طالما هي الاولى بالنسبه لنا 3 بس سيكونس يبتدي ب 3، لا اما دي لا اما دي، صح كده؟ لا اما هنا لا اما هنا. طيب ليها ايه؟ بعد الجين از قابض ايه اللي يحصل؟ القابض دي بتاعت الام ار ان اي مالها؟ كارت تو از سيتوبلازم. القابض دي من الام ار ان اي مولكيولز ها كارت تو سيتوبلازم ازاي؟ عن طريق النيوكلير بورز as mRNA molecules. يبقى دي A number 1 دي هي دي اهي، تمام كده؟ يبقى اذا الانسر هي C. نكمل ونعمل شيك على نفسنا ايه اللي بيحصل. نمبر 4 الmRNA ماله؟ يروح لمين؟ path through ribosomes، اهو عدى through ribosomes اللي هم السبيونس بتاعت الribosomes. يعمل ايه؟ يعمل translation، اهو عمل translation في شكل بوليبتايد، شكل بوليبتايد. وبعدين نيجي بعد كده each بقى رايبوسوم موجود هيقابل الشريطه دي، يعمل اسامبلز الامينو اسيدز اند بروتين مولكيولز مره كمان وتالت ورابع. يبقى الانسر سي، الانسر سي. عندي انيميشن جميل عاوز اوريه لكم، هو سامبل لكنه جميل قوي. طبعا دي نيوكليس،
دي ايه نيوكليس، جواه دي ان ايه. ها الدي ان ايه يعمل ايه؟ يعمل ام ار ان ايه، ام ار ان ايه. الام ار ان ايه بتاع الجين سيرتين جين يروح لمين؟ خارج. لما يخرج يقابل مين؟ يقابل الرف اندوبلازميك ريتيكولم اللي عليها رايبوسومز. الرايبوسومز اللي هي بلاك دوتس ديت تبتدي تعمل ايه؟ تعمل ترانسليشن. شوفوا الحاجه اللي هتظهر دلوقتي اهي، ابتدت تظهر اهي، شايفينها؟ هي دي البوليبيبتايد تشين. ده كده سامبل ورو هيحصلها ماتوريشن وتشينج لغايه ما توصل لفين؟ لغايه ما توصل للسيل ميمبرين. ده السيل ميمبرين بتاع السيل. سيل ايه ميمبرين؟ سيل ميمبرين. ايه اللي يحصل بعد السيل ميمبرين؟ ريليزد، خرج الكونتنت اللي هي لونها ريد دي اللي هي في شكل بولي بتاعت، خرجت. مين يقابلها؟ يقابلها البلد. يبقى هنا في بلاك كابيلاري منظرها كده، هيقوم واخدها موزعها على كل جسمنا. ده الانسولين مثلا، ده اكزامبل الانسولين البلد هياخده. اتفقنا يا شباب؟ ده البروتين سينثيسيس ببساطه شديده. نكمل كده مع بعض. عندي سان فلاور has 17 chromosomes in each pollen nucleus. 17 chromosomes in each pollen nucleus. ايه هي البولن؟ جميت، ميل جميت، ميل بلانت جميت. طيب الجميت دي احنا فاهمين ان كل الجميت هابلويد، يعني فيها هاف ان نمبر اوف كروموسومز. اذا 17 دي تمثل هابلويد نمبر، ان تمثل ايه؟ ان 1N، one set of chromosomes, one set of male parents. These nuclei are produced by process of a قلنا gametes. وفي half number of chromosomes يعني haploid. ازاي يحصل haploid؟ ازاي كنا diploid بقينا haploid؟ by meiosis. يبقى الانسر لاما هنا لاما هنا، يبقى ما تنفعش C ولا D، صح كده؟ طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ They are genetically A. أصلاً جميت produced by meiosis، والmeiosis needed for sexual reproduction، والجميت لازم تكون A في sexual reproduction. يا ترى identical ولا different from؟ أكيد different from، في variation. Different from all the pollen nuclei، يعني ما فيش pollen nucleus تشبه pollen nucleus تانية في الجينز الموجودة فيها خالص، يبقى completely different. طيب بعدين produced by those answers. ما فيش، they are genetically different from all the pollen nuclei produced by those answers. الانسرز اللي هو الجوند، الميل جوند بالنسبه للميل فلاور، او الـ يعني حتى لو كانت bisexual يبقى فيها ميل وفي ميل، فهي تعتبر الميل بارت، ميل جوند. After fertilization the resulting zygote will have a ايه هو زيجوت؟ زيجوت ناتج عن بولين نيوكليس، صح كده؟ مع ايج اي نيوكليس. يبقى في بولين نيوكليس، بولين نيوكليس اللي هي تمثل ايه؟ تمثل 1N، صح كده؟ ها وايج اي وايج نيوكليس تمثل 1N. 1N مع 1N يطلع ايه؟ 2N. طب اذا كان الN الواحده ب 17، اذا 2N ايكوال كام؟ 34، صح كده؟ طيب تعالوا بينا نراجع بعض الاجزاء. ادي هابلويد، دي الايه؟ الميل بولين نيوكليس اهي 1N اللي هي تمثل 17. طيب عملت فيوجن مع الايج نيوكليس اللي هي كام؟ N 1N برضه، اللي تمثل ايه؟ هابلويد نمبر 17. 17 بلس 17 الفيوجن، طالما في فيوجن اوف ميل جامت وفي ميل جامت يطلع زايجوت، يبقى الزايجوت دايما 2N. 2N و2N معناه اجمع مين؟ اعمل سبمشن ل 17 بلس 17 يطلع 34 زي ما احنا اتفقنا. ايه الصور الثانيه؟ نفتكر الميوسيس، نراجع الميوسيس مع بعض. الميوسيس عباره عن ريدكشن ديفيجن، بيحصل فيها ريديوس النمبر اوف كروموسومز انتو هاف. فانت لو بادي عندك بتو كروموسومز اللي هم دول، تو كروموسومز دول جبناهم منين؟ من المذر والفازر، صح كده؟ من السيكشوال ريبدكشن ما بين الفازر والمذر طلع تو كروموسومز، وكل واحد شارك ب 1. طيب السيل دي بقت ماتشور فين؟ في الانثر او في الاوفري بتاع الفلاور او في الاوفري بتاع
الفيميل هيومن او فيميل انيمال او الميل هيومن او الميل انيمال، المهم السيل دي موجوده في الجوند. قبل ما تفكر تعمل سيل ديفيجن لازم تعمل دوبليكيشن للدي ان اي، وبالتالي دوبليكيت الدي ان اي ودوبليكيت الدي ان اي، ايه اللي يحصل؟ هيكون كروموسوم اللي هو دوبليكيتد. امتى تقول دوبليكيت كروموسوم؟ لما يكون شكل البيجون ستراكشر اللي هو الشكل ده 2A 2 كروماتيدز بينهم سنترومير يبقى دوبليكيتد. يبقى قبل سيل ديفيجن سواء مايوسيس او حتى لو كان مايتوسيس بعمل دوبليكيشن للدي ان اي. طيب بعد كده المايوسيس بيتم على تو ستيجز، الستيج الاولى مايوسيس 1 بفصل فيها الاي، بفصل فيها دوبليكيتد كروموسوم فروم ايتش اذر، واحد يروح هنا والتاني يروح الناحيه الثانيه. طيب طالما البلو هنا والريد هنا وانا بادي بتو كروموسومز، على فكره دول تو كروموسومز ودول تو كروموسومز، كل سيل فيها 1 دلوقتي، كل سيل فيها 1 انا بادي بتو، وكل سيل فيها 1 معناها حصل ريدكشن للنمبر اوف كروموسومز، هنا 1N وهنا 1N. النتيجه كان الهومولوجس كروموسومز، هومولوجس كروموسومز سيبريت، ده هومولوجس ده عليهم نفس الجينز لكن مش عليهم نفس الاليلز، مش بضرورة يبقى نفس الاليلز هم وهم لكن عليهم نفس الجينز. البير ده مثلا لو كان في الهيومن بير نمبر 3 مثلا، عندي واحد من الفازر واحد من المازر، سلمني الفازر كروموسوم 3 والمازر سلمتني ايه كروموسوم 3، لازم قبل الديفيجن يحصل ايه؟ يحصل دوبليكيشن، يبقى كروموسوم 3 دوبليكيتد، كروموسوم 3 هنا دوبليكيتد، دول اسمهم هومولوجس لانهم بير 3، دول اسمهم هومولوجس كروموسومز، هومولوجس كروموسومز بير 3، بفصلهم عن بعض في مايوسيس 1. طب مايوسيس 2 هعمل ايه؟ ما انا خلاص خلاص وصلت ال 1 ام، لا قال لك تعمل ايه؟ المسمار اللي هنا يتفك، السنترومير يتفك او دوبليكيت، وافصل السيستر كروماتيدز، فصلت السيستر كروماتيدز عن بعض، ده عن ده وده عن ده اهو انفصل، يبقى سيستر كروماتيدز سيبريت. والنتيجه ايه؟ ريزلتنج سيلز ايه؟ 4 سيلز، كل سيل مذر سيل في التستس او الاوفري او الانثر او فلاور لما يحصل لها مايوتيك ديفيجن بالمايوسيس يطلع 4 سيلز، 4 سيلز دول اسمهم جاميتس، وكل الجاميتس مالهم هابلويد، كل جاميتس مالهم هابلويد، يعني فيهم 1N of chromosomes، 1N of chromosomes. يبقى المايوسيس بيتم على مرحلتين، المرحله الاولى بفصل الهومولوجس بيرز اوف كروموسومز يعني كده، والمرحله الثانيه بفصل السيستر كروموتيدز عن بعض. ادي فكره المايوسيس. اوكي يا شباب، المايوسيس احتاجناه في سوري احتاجناه المايوسيس احتاجناه في السيكشوال ريبرودكشن علشان الخطوه الجايه دي. بصوا الخطوه الجايه دي ايه؟ بيحصل ايفنت مهم جدا، امبورتنت ايفنت في اللايف بتاعتنا اسمه كروسنج اوفر، بيتم غير في المايوسيس، انه الهومولوجس بيرز اوف كروموسومز وليكن بير 3 مثلا اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، اللي بيحصل فيه؟ بيحصل فيه المنظر الاتي يا شباب، بيحصل فيه هنا دول هومولوجس بير، بير 3 وقفوا جنب بعض، تمام كده؟ ايه اللي يحصل؟ يحصل كات هنا وكات هنا، كات معين، الكات ده يبتديوا يتبادلوا الاجزاء الداخليه فيما بينهم، ده خارجي وده خارجي، دول سلام ما لهمش مشاكل، الداخليين دول اللي هم نان سيستر، ده نان سيستر، الاحمر مع الاحمر سيستر، والبلو مع البلو سيستر، لكن هنا الريد مع البلو نان سيستر اي كروماتيدز، يحصل اكسشينج اهو النتيجه بتاعته، البلو كروموسوم خد جزء ريد والريد كروموسوم خد جزء بلو، ده اسمه كروسنج اوفر. النتيجه الجينز اللي كانت موجوده وبينها لينك موجود هنا اهوت انفصلوا عن بعض، والجينز اللي كانت هنا حوالين مكان الكات انفصلوا عن بعض، فحصل كروسنج اوفر، حصل اكسشينج لجينيتك ماتيريال، وبالتالي يدي فاريشن في الجاميس، الجاميس مش تبقى 50 50 50 بلو و50 ريد، لا ده هتبقى فيها فاريشن بديفرنت كونسنتريشن او برسنتج لان حصل كروسنج اوفر.
هيبقى 25 منهم مثلا 25 ريد اهو زي ده كده، كان 25 بلو زي ده كده، وفي برسنتج هنا وبرسنتج هنا، هو الريد ده ياخد جزء بلو والبلو ده ياخد ايه جزء ايه جزء ريد، نتيجة الكروسنج اوفر. نتيجة الكروسنج ايه يا شباب؟ كروسنج اوفر. فهمنا الفكرة؟ ده ليست تو فاريشن، عشان كده بنحتاج ان جاميس بريديوس باي ميوسيس علشان يبقى فيها فاريشن من السيكشوال ريبرودكشن، بيعتمد على الفاريشن اللي حصل في الايه في كروسنج اوفر او ديو تو كروسنج اوفر. تعالوا بينا مع بعض نشوف نمبر 35. ايمان هيتيروزايجس فور ذا سيكل سيل انيميا اليري. هيتيروزايجس يعني كاري الجين الوحش اللي هو هيموجلوبين اس، القلل الوحش اس، اتش بي اس ده قلل، القلل التاني سالم، ده هيتيروزايجس. has children with a woman who is a homozygous for the normal hemoglobin allele HbA HbM. يعني المذر سليمه healthy ونورمال هيموجلوبين اللي عندها وهي homozygous، لكن الميل او الهسبند كان heterozygous. طيب what is the probability that the first child will be resistant to malaria؟ ايه الشانس، ايه probability؟ معروف ان genetics تعتمد على probability، الجيناتكس اساسها probability، ايه احتماليه ان first child will be resistant to malaria؟ طيب انت سهل علينا نناقش الكلام ده بصوره زي كده. الصوره دي اهي، ادي normal hemoglobin للوايف، دي الوايف مالها اتش بي اي اتش بي هوموزايجس، صح كده؟ طيب اللي عنده تريت من السيكل سيل يعني هيتيروزايجس، كلمه تريت معناها هو هيتيرو، هيتيرو يعني اتش بي اي اتش بي اس اهو، ده الهازبند. طيب يا ترى الوايف بالمنظر ده اتش بي اي اتش بي اي، كل الاجز اللي هتنتج كجاميت اجز جاميت الماتيور اي بتاعتها اتش بي اي كلها نورمال زي الفل، لكن الهازبند بيطلع تو تايبس اوف سبيرمز نتيجة الميوسيس، بفصل اتش بي اي في جامت عن الاتش بي اس في جامت تانية، اهو يبقى جامت اتش بي اي وجامت تانية اتش بي اس. عندي الايج دي بتاعت الوايف عندها تو تشانسز تو probabilities، لا اما انها فيرتلايز بالسبرم ده والنتيجه اتش بي اي كايج مع اتش بي اي كسبرم يكون زايجوت، وده نتيجته تشايلد، والتشايلد ده هيبقى ايه نورمال زي مامته. دي عندها 50% chance انها فيرتلايز بالسبرم ده، ونفس الايج دي عندها تشانس ثانيه، عندها شانس تانية لو ما حصلهاش فيرتلايزيشن بالسبرم ده هيحصل لها فيرتلايزيشن في السبرم الاخر. السبرم الاخر اب نورمال عنده الالل الديفكت الالل الميوتيتد الالل الميوتنت الالل اللي هو اتش بي اس، يبقى اتش بي اي اتش بي اس هينتج ايه؟ هيتروزايجس زي بابا بالظبط. هنا السؤال الفيرست شايلد ويل بي ريزيستنس تو مالاريا، هم مين الريزيستنس للمالاريا؟ الناس اللي هم هيتروزايجس. ليه اعتبرتهم هي ايه ريزيستنس؟ اذا الانسر هنا هوت خلاص، الانسر هنا هوت خلاص، يعني ايه خلاص؟ يعني الانسر هو اللي تشال ده، ده يمثل كام؟ 1 ان 2 الشانس بتاعته 1 ان 2 صح كده؟ 1 ان 2 يمثل هاف، يمثل 50% يمثل 0.5، كل دي الارقام دي تعبر عن البرسنتج، لما يجي لك 1 ان 2 معناه 50% صح كده؟ 1 over 2 half 0.5 half 50% معناها half، يبقى هنا الانسر سي، جاوبنا خلاص. طب ليه بقى الشخص ده وباباه يعتبروا ريزيستنت للملاريا؟ هم عندهم اتش بي اس، فشكل الهيموجلوبين فايبرس، نوع الهيموجلوبين بتاع الريد بلاد سيلز هيبقى فيه جزء منه فايبرس مولكيولز عامل كده، الفايبرس هيخلي الريد بلاد سيل بدل ما هي عامله كده باي كونكيف لا هتبقى سيكل. البلازموديوم اللي بيسبب ملاريا المنقول عن طريق الفيميل موسكيتو الانوفلس موسكيتو، لما تحقن او تعمل انجكشن ل ال بتاعها اللي هو البلازموديوم ستيج
يعمل ايه؟ بلازموديوم يصيب الريد بلاس سيلز، صح كده؟ ولما يعمل انفكت الريد بلاس سيلز يجي يدخل جوه دي يعيش، يعني ده نورمال هيموجلوبين. لكن هنا في اتش بي اس اب نورمال فايبرس، ما ينفعش بلازموديوم يكمل اللايف سايكل داخل ريد بلاس سيلز فيها اتش بي اس. وبالتالي الشخص ده لو سافر نيجيريا، لو سافر سيرتين كانتريز او سيرتين اريا فيها spread of malaria مش هيحصل له حاجة، هيبقى resistance لبلازموديوم بعد قرصة الناموسة دي، ها الستيج دي مش تقدر تكمل life cycle، فمش تقدر تعمل reproduction وبالتالي هو resistant. عرفنا الفكرة؟ نتيجة HBS. فده selective pressure خلاه يعيش في أماكن فيها endemic spread لcertain disease اللي هو الملاريا. أوكي؟ يبقى الانسر يا اولاد 0.5. تعالوا بينا ناخد نمبر 36. Which leaf feature is an adaptation of xerophytes to their environment? Xerophytes المقصود بيها desert plants. Desert plants. Hydrophytes, watery or aquatic plants. Watery or aquatic plants. طب هو بيتكلم عن xerophytes مالها؟ يا ترى الهير surrounding stomata؟ ولا large internal hollow spaces ولا large numbers of stomata ولا thin cuticle on both surfaces. The xerophytes هي desert plants بتعاني من lack of water، بتعاني من excessive heat، صح كده؟ وقت الداي تايم مثلا، وقت النايت بيبقى severe coldness، لكن وقت النهار بيبقى high temperature. طيب ال water في scarce او rare water content في الصويل، يا ترى يعمل ايه في transpiration؟ يعمل transpiration كتير ولا قليل؟ اكيد يعمل decrease لل transpiration to store water. طيب ازاي decrease؟ بص يا اولاد معايا، واحده من الادابتيشن الخاصه بالليف دي، ليف للمرام جراس. بص الليف مليانه ايه؟ طبعا غير انها rolled ايه ليف، واضح ان في اريا يدخل، لا يدخل منها الاير، لكن خدوا بالكم كل الهوبس دي عباره عن هير لايك ستراكشرز. الاير دي تراب هيوميديتي H2O، تراب ايه؟ هيوميديتي H2O، تخزن H2O، تعمل ترابنج ل H2O، تحتفظ ب H2O. طب H2O ده في شكل ووتر فيبر، يعني في هاي هيوميديتي في الشامبرز دي. طيب طالما في هاي هيوميديتي، معروف ان في انفرسلي أو inversely proportional ما بين transpiration humidity، يعني لو زادت الهيوميديتي تقل transpiration. يبقى وجود الهير دي surrounding stomata، فين الستوماته؟ تلاقي الستوماته في الأماكن دي كده، في stomata هنا، في stomata هنا، ممكن يبقى في stomata هنا، يبقى في stomata حوالين الستوماته، في هيرز كتير قوي. اي حتى ووتر فيبر ثيرمال بلانت نحتفظ بيه، ليه؟ عشان نقلل اللوس اوف ووتر. يبقى هنا الانسر هير سراوند ستوماتا تعمل ترابنج للهيوميديتي وبالتالي ديكريس الترانسبيريشن ريت. اوكي؟ طيب لو قلنا لارج انترنال هولو سبيسز، دي هولو سبيسز معناها الليف مليانه اير سبيسز دي اتوقع موجوده فين؟ في الهيدروفايتس فور فلوتنج. For floating plants محتاجة الليف بتاعتها انها تبقى فيها ايه؟ large internal hollow ايه spaces، ده في الهيدروفايتس. اوكي يا ولاد؟ طيب تعالوا بينا نشوف منظر تاني لزيروفايتس. بصوا شايفين الستوماتا هنا وهنا، نكبر كده الرسمة، في ستوماتا هنا وهنا في الأماكن دي، في guard cells تحرص، يعني ستوماتا في sunken ستوماتا في deep pits أو grooves بعيد عن دايركت اير كارنت. طيب شايفين المنطقه دي، منطقه التجويف ده سانكن اهي، زي ما احنا شايفين فيها ترايبومز او هير لايك ستراكشرز اسمها ترايبومز، يعني كده. طيب في برضو ادابتيشن ثانيه انا عاوز اعلق عليها، احنا جاوبنا خلاص، لكن عاوز اعلق هنا في ثيك كيوتيكل. شايفين الثيك كيوتيكل اللي هو البراون اريا دي؟ شايفين الإبيدرمس اللي هو اللاير اللي تحتها على طول، وان رو، في منطقة هنا اسمها هايبوديرمس.
هاي بوديرمس. ايه ده؟ كنا عارفين يبقى الاسيد بيربنديكولار على الابر ابيديرمس مباشره، لا لقينا في وسيط، في حاجز ما بين الابر ابيديرمس وما بين الباليسيد. اكيد اكيد ده عشان يقلل الانتنس لايت اللي هي مي دامج الكلوروبلاست في الباليسيد لاير، تبعد شويه، تبعد مسافه ديب داون، يعني كده ديب داون وورز. ليه؟ عشان ابعد الكلوروبلاست والافكت بتاع الانتنس لايت في الاماكن اللي فيها انتنس لايت زي الديزرت برضه. طبعا الكيوتيكل الواكسي لاير بريفنت الووتر لوس او ديكريس الووتر لوس. وجود هايبوديرمس تحت الابيديرمس ده كده وفوق الباليسيد، ده بيعمل ايه؟ ديكريس الريسك اوف دامج اوف كلوروبلاست انسايد باليسيد لاير. دي كلها ادابتيشن. بالاضافه ان في كيوتيكل في الابر ابيديرمس، في برضه كيوتيكل اهو في اللور ابيديرمس. نيجي الاماكن اللي احنا داخلين على الحاره الجانبيه دي ما فيهاش كيوتيكل. ليه؟ الاماكن دي فور ترانسبيريشن فور جاس اكسشينج، فمحتاج ايه؟ محتاج بوابات يدخل منها الاير ويدخل منها ايه الاذر كونتنت بتاعت الاير. اوكي طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض نمبر 37. The diagram shows the changes in population of an organism over time in an ecosystem. بيتكلم عن ال population density او population size. بصوا يا شباب معي، معروف اني بنمر ب 4 stages، اي population بتمر ب 4 stages. المرحلة دي فيها lag، صح كده؟ lag phase، لسه بنبتدي نتعود على المكان، لسه بندور على اكلنا وشربنا، مش وقت reproduction دلوقتي. طيب وبعد كده ايه ده؟ ده في شارب انكريز، خلاص اتاكدنا ان الريسورسز دي نقدر نعتمد عليها، في ووتر كونتنت، في نيوتريانس هناكل منها، صح كده؟ في افيلبل كونديشنز هنعيش كويس. ففي لاج فيز، سوري لوج فيز، لوج ايه فيز؟ اللوج فيز معناها شاربلي انكريز، اكسبونشنلي انكريز ان نمبر او شاربلي ستيبنس. في بعد كده ستابيليتي، اللي هنا الواي شيب، بعد كده ديكلاين، بعد كده ايه؟ ديكلاين من نمبر. كنا بنقول اللوج فيز بسبب الاباندنس وبسبب السيوتبل كونديشنز ومور بيرث اكتر من دث. ده في اللوج فيز. هنا الدث ريت ايكوال البيرث ريت او ديفيجن ريت. ده في الواي دي ستابيليتي. في الزي ال الكيلينج او الديث ريت اكتر من ايه؟ بيرث ريت. ده في الزي. نشوف كده which rule correctly identifies each phase of the population. هو عاوز x y و z. x x تمثل lag، طبعا لا تمثل lag، لا يبقى a و b ما ينفعوش. تمثل log، yes log log. طب y فيها stability، y هل هي في حاجه اسمها death؟ الفيس ده اسمه death ولا اسمه stationary؟ stationary phase، صح كده؟ stationary a phase، في stability. ال death rate equal ال birth rate. طيب وبعد كده Z، Z هو ال death بالنسبة لنا. في death ال predominant، في Z هو ال death rate أكتر من ال birth rate. يبقى ال answer هنا D، ال answer D. اوكي يا شباب نكمل كده مع بعض. Number 38. The diagram shows the structure of bacterium. Bacterium فيها طبعا ايه؟ فيها سيل وول، فيها سيل ميمبرين، فيها سيتوبلازم، صح كده؟ وفيها كروموسوم مجازا بنقول عليه كروموسوم، عباره عن سيركلر دي ان اي، لوب اوف دي ان اي، بالاضافه لسمول سيركلر كوبي من بلازمت او ميني كوبيز من بلازمت. ده اكس. يبقى هنا بيسال اذا بريزنس اوف ستراكشر اكس از وان ريزون by why bacteria are used in genetic engineering. طب اسمه ايه ده اللي بنستخدمه في genetic engineering؟ اسمه بلازمت. انت عارف كده كويس، ده كده اسمه ايه؟ بلازمت. احنا كده جاوبنا. طيب تعالى بينا نشوف البلازمت كنا بنستعمله ازاي في genetic engineering. نفتكر مع بعض كنا بنستعمله ازاي. كان عندي هنا دي الجين دونر في سل ولتكن بتاعه الانسولين، هيومن هيلثي بنكرياتيك سيل عندها هيلثي جين لشخص نون دايابيتيك،
باخد الجين اوف انترست اللي هو الايزوليتد جين ده، هاخده واقطعه بطريقه معينه. ازاي تعمل له كات؟ لو تفتكر في ريستريكشن انزيم، اجهزه بريستريكشن انزيم، بيعمل كات ويعمل ستيكي اندز، ده ستيكي اند وده ستيكي اند، الحته دي والحته دي. نفس الريستريكشن انزيمز هعمل بيها بلازميد اللي انا واخده من البكتيريا اللي هو ده، هيطلع نفس المقاس بتاع الكات بستيكي اندز برضه. يبقى نفس الريستريكشن انزيم اللي هقطع بيه البكتيريا البلازميد، هقطع بيه الايه؟ الديزاير جين من الهيومن مثلا او من الليفل اورجانيزم اللي هاخد منه الجين الديزاير جين. وبعد كده اعمل ميكس ما بين الكات بلازميد مع الايزوليتد جين. الميكس ده في وجود بعض الكيميكالز ووجود انزيم مهم جدا اسمه لايجيز. اسمه ايه لايجيز؟ يبقى لايجيز بيعمل ايه؟ بيعمل لينك، بيعمل بيس بيرنج للحته الاستيكي دي مع الاستيكي دي، والاستيكي دي مع الاستيكي دي. اهو ظهر المنظر ده، اصبح الشكل ده بلازميد، لكنه مش هو اللي انا واخده من البكتيريا. واخده من البكتيريا بلاك خالص دلوقتي، لا ده في بلاك وحته بيضاء اهي. ده معناه ايه؟ معناه ريكومبايننت. يعني ايه ريكومبايننت؟ معناه يحتوي على تو سورسز جينز فروم تو سورسز فروم تو سبيسز، سبيسز اسمه البكتيريا وسبيسز اخر اسمه هيومن او هوست او انذر، يعني اي ليفنج اورجانيزم محتاجين منه ديزاير جين. ريكومبايننت دي ريكومبايننت وموجدينه ونعمل له ميكس مع كولوني اوف بكتيريا عشان تقبلوا البكتيريا دي تتبناه. لما تعمل ادوبشن دي تاخده ابتيك للريكومبايننت، اصبحت البكتيريا دي تعتبر ريكومبايننت بكتيريا. ليه؟ عندها بلازميد ريكومبايننت، عندها جين مش بتاعها اللي هو ديزاير جين اللي هو الانسولين جين. النتيجه ايه؟ كل هاخد بقى البكتيريا دي واحطها في فيرمنتر ضخم ووفر له suitable conditions for fermentation for reproduction of bacteria. وفي الحالة دي كل reproduction للبكتيريا بالباينري فيشن في وجود nutrients ووجود availability لأكسجين جاس لو هي aerobic وغياب الأكسجين لو كانت anaerobic، وكل nutrients في nitrogen source زي اليوريا مثلا أو أمينو أسيدز، وفر لها كل الإمكانيات. اعملي بقى division، هتعمل باينري فيشن. كل ما تعمل division بتعمل copies من الكروموسوم بتاعها وكوبز كتيره جدا من البلازميد. طب البلازميد فيه ايه؟ بلازميد فيه ديزاير جين، وبالتالي تعمل مليونز بليونز تريليونز اوف ايه؟ اوف ديزاير جين. حاجه من الاثنين، لا اما تاخد الجين بعد الديفيجن ده وقف الفيرمنتر واعمل اكستراكت للجين. هتستعملوا ايه الجين ده؟ في جين ثيرابي. جين ايه ثيرابي؟ يعني ايه جين ثيرابي؟ هستعمله ان انا اصلح الديفكت الموجود في الامبيريوز اللي هي متوقع انها يكون عندها دايابيتس، لبيرنس عندهم دايابيتس، ده جين ثيرابي صح كده؟ او تخلي البكتيريا وهي في الفيرمنتر تم اكسبريس دي الديزاير جين. دي الامكانيات اللي تعمل بيها اكسبريس الديزاير جين اللي هو الانسولين، تصنع لك انسولين مولكيول. واضحه؟ انسولين ايه مولكيول؟ ازاي تصنعه؟ طبعا دي ان اي، طلع ام ار ان اي صح كده؟ الام ار ان اي يمر على الريبوسوم بتاعت البكتيريا تصنع اي بروتين. البروتين ده هو الانسولين نفسه. يبقى بدل ما تاخد الجين وتعمل له اكستراكت وتستعمله في الجين ثيرابي، ده اتجاه. الاتجاه الثاني تصنع كيميكال اسمه انسولين وتعمل له اكستراكت بعد كده، تعمل بطريقه طرق معينه بيسموها داون ستريم بروسس، يعني بعد الفرمنتيشن بعد الفرمنتر داون ستريم بروسس، تعمل بقى فلتريشن بيوريفيكيشن، تعمل دوسج تحدد الدوز بتاعت الانسولين دي عشان تديها للناس اللي هم بيشنت. واضحه؟ اسمها داون ستريم بروسيسنج. كده خلصنا جزء من البايوتكنولوجي محترم، وخلصنا جزء قبل كده في البروتين سينثيسيس. تعالوا يا شباب ناخد نمبر 39، والنيتريتس انتر ليك they cause rapid growth of algae on the surface of water. This causes the following changes in the lake. حد يفتكر القصة بتاعت الفيرتلايزرز و اوفر كونسبشن اوف فيرتلايزرز بتعمل ايه؟ تعمل حاجة اسمها يوتروفيكيشن، يوتروفيكيشن صح كده؟ ايه اصحاب المشكلة دول؟ ايه هم الريزنز بتاعت يوتروفيكيشن؟ النيتريتس والفوسفيتس اس فيرتلايزرز، والديترجنتس اللي فيها فوسفيت كتير زي اريال وبرسيبر والحاجات دي. طيب يا ترى الفارما اللي مستعمل نيتريتس بيستعملها بقصد ايه؟ increase in yield of crop.
طب لو هو استعملها بأوفر كونسومشن إيه اللي يحصل؟ يحصل لود أب، يحصل مور اكسسيف نيوتريانس، يحصلها فلاشينج، البلانت ياخد النيدز بالاكسس، يحصل له ديزولف في الاندر جراوند ووتر ويوصل للليك. لما وصل للليك فلاشد باي رين باي اندر جراوند ووتر وصل للليك، وبعدين اللي يحصل انه في اورجانيزمز ليفنج اورجانيزمز بتاخد النيتريتس از فيرتلايزرز، اللي هم الاكواتيك بلانت اللي هم النورمال اكواتيك بلانتس، والالجي اللي موجودين على السيرفيس اللي هم اكت اس بلانكتون فوتوسينثيتيك، بياخدوا فيرتلايزرز زيهم زي البلانت بالظبط، زي ري بلانت في الفارم بالظبط، وزيهم زي البلانت دي بالظبط. ايه اللي بيحصل؟ ليهم رابيد جروث، ليهم ريت اوف جروث اعلى من النورمال بلانت اللي هم الادفانس بلانت عندهم، وبالتالي يحصل الجال بلوم. الجال بلوم، الجال بلوم، البلوم ده معناه رابيد جروث اوف ايه؟ اوف الجي. نعمل ثيك لاير منين؟ من الالجي على سيرفيس اوف ووتر. الثيك لاير دي تحجب ايه؟ بريفنت البنتريشن اوف سان لايت ان ووتر، وبريفنت الاير تو ميكس ويز ووتر، وبالتالي كميه الاكسجين ديكريس. صح كده؟ ولما كميه الاكسجين ديكريس ايه اللي يحصل؟ في الحقيقه كميه الاكسجين ديكريس الديث ريت للبلانت دي انكريس، تموت، مش لاقي لايت تعمل فوتوسينثيسيس، مش 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 قادره تاخد اكسجين من الووتر زي الناس، صح كده؟ زي الاول عشان تو ريسباير، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ يحصل لها دث. يجي الفش تدور على البلانت اللي هي نوع الهيربيفورس، فش اللي بتاكل بلانتس، ما تلاقيش بلانت كافي، يحصل لها دث، وبالتالي تيجي بكتيريا تعمل ديكومبوزيشن للفش والاكواتيك بلانتس والاكواتيك انيمالز اللي حصلها ده، هي كمان يبقى ايروبيك ريسبيريشن ان ديكومبوزر انكريسز. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ يحصل حاجه مهمه جدا، الكونسنتريشن في ديزولفد اوكسجين ووتر ديكريسز. يبقى الانسر بتاعتنا هنا من السيكونس ايروبيك ريسبيريشن ان ديكومبوزرز ايه انكريسز، يبقى الانسر بدايته 3، وما فيش غير بدايه 3 غير بي، اذا الانسر بي خلاص. بس نعمل شيك على نفسنا عشان نفهم. نمبر 1 دي عباره عن كونسنتريشن ديزولفد اوكسجين ووتر ديكريس بسبب الدث اللي حصل من ديكومبوزيشن بسبب ايروبيك بكتيريا. طيب يبقى نمبر 1 بعدها. بعد كده تيجي 2، صح كده؟ بسبب ان البلانت حصل له دث ويعقبها على طول فيما بعد ديكومبوزيشن، يعقبها كمان concentration decreases of oxygen, the fish and the other aquatic plant will die. يبقى number two. آخر حاجة ال producers اللي هم مقصود بيهم البلانكتون اللي هم الالجال بلوم دي، هم كمان يحصلهم ايه؟ يحصلهم death، صح كده؟ و the composition increases. طبعا the decomposition في الآخر سببه anaerobic bacteria، وده يعلن ديكلير ان الليك دي خلاص في حكم انها دايد، الليك نفسها ما فيهاش لايف. يبقى الانسر بتاعتنا 3 1 2 4، اوكي. والبروسيس دي او الشرح ده ثرو تايم، ثرو ايه؟ تايم، مش ما بين يوم وليله. طب وبعد كده نقدر نقول البروسيس دي اسمها ايه، او الفينومينا دي اسمها يوتروفيكيشن، اوكي. طيب تعالوا بينا اخر سؤال عندنا ويبقى كده خلصنا الاكزام. نمبر 14، ذا اكشن اوف ويتش تايب اوف بكتيريا وود كوز سويل تو بي لاكينج ان نيتريتس. معروف يا اولاد يا اولاد في النيتروجين سايكل في كذا بكتيريا تشترك في قصه النيتروجين سايكل. طيب انا مش هقول الانسر، لكن هقول في الاخر الانسر، مش هقول للاسف دلوقتي انها هشرح النيتروجين سايكل. السايكل دي قد ايه مهمه جدا في المنهج بتاعنا. النيتروجين ان اير ده جاسيس، صح كده؟ عاوز اوصله بصوره ان اورجانيك لصوره اورجانيك، احوله لصوره اورجانيك، لازم يمر بمرحله فيكسيشن. فيكسيشن يعني احوله من صوره ان اورجانيك لصوره اورجانيك في شكل نيتروجينس كومباوند. مين اللي هيقوم بالمهمه دي؟ نوعين
او بلاش اقول معين، اقدر اقول البروسيس نفسها اسمها ناتروجين فيكسيشن، بتتم عن طريق بكتيريا موجوده في بعض البلانت روتس كده، بعض السترينز زي الليجيومز كده، الليجيومز زي البينز والبيز، العيله البقوليه الروتس بتاعتهم فيها بكتيريا اسمها نوديولار بكتيريا، نوديولار بكتيريا اسم البكتيريا دي، نوديولار بكتيريا موجوده فين؟ في الروتس بتاعت الليجيومز. طيب ده نوع. نوع تاني سويل بكتيريا، سويل ايه بكتيريا، الاثنين دول بيعملوا نيتروجين فيكسيشن محترم كده، ايه ليفنج اورجانيزم مشترك اسمها بكتيريا. لكن عاوز اقول حاجه كمان، في الكتريك سبارك في السماء نتيجه الثندر صح كده، بيبقى في الكتريك ديستشارج ينتج عنه الكتريستي او تمبريشر بتوصل 3000 سيلسيوس فين؟ في السكاي فوق، ينتج عنها برضو فيكسيشن يعني كده اللايتنينج، سوري مش الثندر، اللايتنينج ينتج عنه الكتريكال سبارك بتنور في السماء لايتنينج، وفي هاي تمبريشر بيوصل 3000 اي سيلسيوس، ده بيساعد على النيتروجين فيكسيشن. النيتروجين ان تريبل بوند، ان البوند التريبل ديت اتكسر صح كده بسبب الاي هاي اي هاي تمبريشر، يعني يعتبر الرياكشن ده اندوثيرميك يعني محتاج هيت، متوفر فين؟ في السكاي. امتى؟ وقت اللايتنج. الاكسجين او دبل بوند او برضه يحصل ايه؟ بريك للدبل بوند ده برضه بسبب الهاي تمبريشر. في الحاله دي النيتروجين ينفع يعمل رياكشن مع الاكسجين صح كده، ده اكتف اكسجين ده اكتف نيتروجين، في الحاله دي تكون نيتروجين كومباوندز تنزل مع الرين، تنزل مع الرين فين؟ في الصويل صح كده؟ مع الصويل. يبقى اللايتنينج ده فاكتور مهم جدا ويعتبر ناتشورال فاكتور مش بايولوجيكال، بيعمل نيتروجين فيكسيشن، نيتروجين اي فيكسيشن، وده نتيجه الهاي تمبريشر الناتجه عن عمليه اللايتنينج. المهم حصل انه كون نيتروجينس كومباوندز هنا زي الامونيوم اي سولتس، امونيوم كومباوندز. الامونيوم سولتس دي كمان بتيجي نتيجه الديكومبوزيشن للديد بلانتس والديد انيمالز الموجوده في الفارم. البلانت والانيمال يحتوي على بروتين، يعني نيتروجين كونتيننج اورجانيك كومباوند زي البروتينز والنيوكليك اسيد فيها نيتروجين برضه، كل ده يحصل ديكومبوزيشن يطلع امونيا. ان انا اكون امونيا اسمها امونيفيكيشن، مش ذات اهميه مش في المنهج بتاعنا، المهم طلع امونيوم سولت. لكن يهمني الامونيا فيها ايه؟ NH4 يعني فيها هيدروجين صح كده؟ NHA4 بلس 1 دي شارج بتاعت الايون بتاع الامونيوم ايون، حلو قوي. لما اجي احول كومباوند فيه هيدروجين لكومباوند فيه اكسجين دي اوكسيديشن بروسيس. لما اجي ازود الاكسجين كونتنت من O2 NO2 ل NO3 برضه بزود الاكسجين كونتنت، دي برضه اوكسيديشن، يبقى هنا اوكسيديشن وهنا اوكسيديشن. بحول فيها الامونيوم شلت الهيدروجين، ان انا اعمل loss of hydrogen ده اوكسيديشن، increase in oxygen content oxidation، اشيل الهيدروجين وبدله الاكسجين ده اوكسيديشن، يبقى دي اوكسيديشن بروسيس صح كده. وقام بيها بكتيريا انواع مختلفه من البكتيريا اسمها نايتريفاينج بكتيريا، عملت قصه نايتريفيكيشن باي نايتريفاينج بكتيريا. يعني ايه نايتروفاين بكتيريا؟ يعني اعمل اوكسيديشن بروسيس، ازود الايه؟ اوكسجين كونتنت في النيتروجينس كومباوندز. حولت النيترايتس انتو نيتريتس، النيتريتس دي فيرتلايزرز زي السؤال اللي فات بتاع الفارمر بتاع اليوتروفيكيشن. النيتريتس دي فيرتلايزرز، دي صورته مهمه جدا، ابسوربت بالاكتيف ترانسبورت بتاع الروت هير سيلز باي ديفيوجن، مفيش مشكله عندنا. بعد كده اسيميليتد داخل جسم البلانت في شكل بروتين صح كده. كل ده نيتروجين ان ازاي يدخل للليفنج اورجانيزم، ام البلو لاين ده وكل القصه اللي شرحتها ان. لكن هنا السؤال بيقول لك ايه؟ ذا اكشن اوف ويتش تايب اوف بكتيريا وود كوز سويل تو بي لاكينج ان نيتريتس، مش هخليها ريتش سبلاي اوف نيتريتس، لا لاكينج اوف نيتريتس. لاكينج اوف نيتريتس يعني اخد النيتريتس الموجوده مهربها، عاملها سكيبنج صح كده؟ بصوا الخط الوحيد اللي بيعمل الحركه دي هو الخط ده، لاين ده،
عن طريق ايه؟ عن طريق بكتيريا اسمها دي نيتريفاينج بكتيريا، تاخد النيتروجينس كومباوندز والامان نيتريتس وتزيل ايه؟ وتزيل الاكسجين وتخرج ال N بشكل N2. دي اسمها دي نيتريفاينج، دي معناها ريموفال، ونيتريفاينج يعني النيتريت كونتنتس الموجوده في السويل ديبلتد بسبب البكتيريا دي. يبقى البكتيريا بتدخل النيتروجين وتعمل له فيكسيشن زي النودول بكتيريا وزي السويل بكتيريا. وبكتيريا بتعمل اوكسيديشن لنيتروجينس كومباوند زي النيتريفيكيشن بروسيس نيتريفاينج بكتيريا. وبكتيريا اخيره هي اللي بتقلل النيتروجين كونتنت وتقلل النيتريت كونتنت الموجوده في السويل اسمها دي نيتريفاينج. امتى يحصل دي نيتريفاينج بكتيريا؟ في ظروف ان ايروبيك بكتيريا او ان ايروبيك كونديشنز، صح كده؟ طب في الان ايروبيك كونديشنز سوري ايه اللي بيحصل؟ البكتيريا انيروبيك تبقى اكتيف وقت لما يكون السويل مليانه ووتر زياده عن اللازم، يبقى ووتر لوجينج، فيها ماد بزياده ووتر كونتنت بزياده، يبقى في انيروبيك كونديشنز، تبتدي البكتيريا دي تبقى اكتيف قوي وتعمل دي نيتريفيكيشن، تسرب ايه؟ تسرب نيتروجين للاير. يبقى الانسر دي نيتريفاينج، يبقى البكتيريا دي نيتريفاينج. واضحه؟ كده يا شباب انا خلصت معاكم الاكزام في شكل 3 بارس، وسوري للتاخير بس لظروف معينه. عاوزكم الغرض من الاكزام انه بيتحل بالطريقه دي، مش الغرض منه احل الحل كله، ما ياخدش تلت ساعه بتاع الاكزام كله، وفي دي كنت ما ياخدش تلت ساعه يعني كده، لكن انا الغرض منه في الريفيجن، تراجع البارتس المختلفه من المنهج وتفتكرها، لانك بقالك كتير موقف الدراسه بتاعتك او بقالك كتير بتمتحن سبجكتس ثانيه. اتمنى يكون مفيد ليكم العرض ده. يا ريت تكتبوا لي كومنتس انتم محتاجين ايه الفتره الجايه، او هل كان مفيد بالنسبه لكم ولا لا. هبقى استفيد جدا من الكومنتس بتاعتكم، واتمنى لكم كل خير وكل تفوق وكل نجاح. جود لك وربنا معاك. شكرا يا شباب، سلام.